السلام عليكم. وعليكم السلام شيخنا. نعم. الحديث سأل أخيكم التثبيت شيخنا. يعني يحسنه العلماء غاضين الطرف عن أشياء يسيرة في السند. لو أن رجلا اللي هو على المقابر يعني يدعو ويؤمن خلفه الناس ويرفعون أيديهم. الله النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه نحو ذلك. بل قال الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. ونبي يقول الدعاء في النفس فقط يعني. طبعا بلا شك في هذا. في موقف الجنازة يعني بعد دفن المتوفى يقف ويدعو. ما في مانع ابدا من هذا. اليس يسأل وقوف صف شيخ ما ياخذ العذاب بالطريقه اللي حضرتك عارفها يعني. اي لا مانع. لأن ما عندنا أصلا بعض أهل العلم يقول إن في المسألة فيها يعني ممكن عفوا افهم. التعزية مشروعة بالإجماع. نعم. ليس هناك أي اختلاف بين العلماء علمته في أننا نعزي أهل الميت. نعم. ما علمت خلافا بين علماء معتبرين أبدا. نرجع إلى صفة التعزية كيف تكون. على عهد الرسول لم يكن لها رسم ثابت. ممكن يعزي واحد في الطريق. معاوية قال للحسن بن علي لابن عباس في السفر أجرك الله في الحسن بن علي يا ابن عباس. ممكن تذهب إليه البيت. الرسول ذهب إلى أسماء بنت عميس بعد مقتل زوجها بثلاث وعزاها في زوجها. ممكن عند القبر. الرسول مرة امرأة تبكي عند قبر فقال لها اتق الله واصبري. صور التعزية على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تعددت وتنوعت. قالت عائشة ماشي.